شكرا للزميل عبدالله العلي. أصدقاء المشاهدين متتبع البيسبول، سهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا هو اللقاء المرتقب، هذا هو اللقاء المنتظر هنا في الدوري الأوروبي، الأوروبا ليج في سهرة الخميس. تقودنا إلى استاد التاريخ الآن لتقرير الظهير بيساكا عن يسار الأسم بكأس الأذنين، وأمجد فرناندز خطيرة، برونو وتير شتيغن فرصة. كرة محطوطة في كرة مضروبة في آخر كرة، والحكم كيبا الفرنسي كما بلا شيء مع احتجاج الجمهور. آخرة المباراة حضور أول من نادي برشلونة عن طريق السلاساو، يضرب الكرة. 9 دقائق في اللعبة، 9 دقائق في المعركة، 9 دقائق في حرب أوروبا بين جنرالات. تنتقل هجوم كرة خطيرة، مانشستر في التوب، البرسا يفكر عن أوروبا، وتشافي هرنانديز يختار مقارنة الكرة عن طريق البرسا ملعوبين الحمر. بادي وفي خطأ جيبوا له ميسي بذكريات ليو، من سيضرب على داخل يمشي الامبراطور يدخل معكوس رسول جروتمير المان أهم كنهام في الفينال على ولفرهامبتون. خطيرة والدفاع يتصدى والكرة ترجع. بطولة إنجليزية إسبانية إيطالية بتشوف الدفاع لليونايتد، كرة خطيرة وبنالتي لنادي برشلونة، ضرب جزاء على رفقاء فاران الفرنسيون، وقفة خايبة لحتى 1-0 الأزول جرانا الأزول يكيد العزول ويسجل 1-0 بسيناريو معزول في مرمى دافيد خيا أو بسيناريو في مرمى خيا المعزول. هكذا هي الكلمة الصح وهكذا الصف في غياب بيدري. لعب الكرة بوعنتيشو خطيرة الكرة، لعب برونو جات الكرة أخرى للسراء، ولكن ما زال فارق 8 نقاط. يأتي هكا بنو دفاعه لأنه يمشي بالهجوم يخلي برشا مساحات، لذلك لو تلاحظون البرسا في كاب بيساكا برونو مغلوط عليه والحكم كيبا الفرنسي يتدخل. فاول عربيه تشهد على النادي الجمعه في ليله جمعه مباركه. يتقدم بالمباريات منذ قدومه للكتالوني، وفي خطا على كيسي ادى اللعبه لبواريه ادى، والكره ترجع الى هجوم. بادي يقاتل، بادي يسارع، والحكم يقول حرب. سانشو خرج منيح، والكره خطيره. فريد يفصل في الكره، يفصل في الكونتراندي، خلص البولندي تمشي كره. فرانك ديون في وقت من الاوقات حاب يتخلص منه برشلونة. الآن ديونج يعتبر عمود، فملفوف يجيب الجول، حط الكرة الرافعة، رافينيا برشا يمشي ديونج، خطير على القائم الثاني كازيميرو. احضر النار الصديقة كازيميرو، فحتى الصديق يغلب. كيسي يتفوق بدل يكلوهم وسط ميدان متين جدا للكتالوني. كرة في الهجوم عن طريق لبواري في جولة ثاني موجود، والكرة تفتشت على الحدود يا ابن لبواري. مش منظر ما دروا سوفشي وما كتب بالهدف الثاني، هدف التعادل، هدف التعادل يا فريد، هدف التعادل يا فريد، هدف أحمر من البدايات. فصف وعاود من جديد، 3 مانشستر 3 برشلونة. أول دقيقة في الشوط الثاني، أول دقيقة وتسحب فيها حريقة. عشاق المانشستر ينتقدون الكبير، خلى بيروح لجريتا بين يونايتد وفي تسلل مانشستر. 5 دقائق بضغط كبيرة، جاب الثاني قريب جدا. مانشستر ينتقل يا كريستيانسون. هذا ما عجز عنه ليفربول أمام المانجا الراي. الراي 5-2 وكل واحد يضرب على درابوه، الدرابو مرة ممتازة بمسماها يدخل عن طريق ريال مدريد، ليست ريمونتادا. نعم سيواصل الصمود. فرانك ديونج في فاول، في خطأ وستار ورقة صفراء.
مختار ورقة صفراء تتوتر الأجواء تدخل الأجواء لكن في نغم كرة ثانية خطيرة للمولينا سابرا زيدانو ياخد كرة ماكسي تطلبها كرة رائدة من رافينيا سحبه سقفه سيبقى شامبيونز يمشي الكامبيون دي لا ليغا أكبر 25 مرة بالغبر لأكثر الأقل لنزيدو وحدة أكو طعم المباراة تمشي كرة خطيرة بلانس حطانو مش ممكن كرة ملعوبة مش ممكن كرة ممتازة كرة من كل شور واحدة منهم تخطف يا جرار له هدوء يمشي بالكرة يقال في اللغة الفرنسية الهدوء الأولمبي نعم خاص المباراة كيسي تشوف يمشي كيسي الحارس يتصدى الحارس هدف الثاني لنادي مانشستر يونايتد هذه الكرة هذه الصورة هذا هو الاستخلاص للكرة يمشي عن طريق برونو وضربة جرناتشو فريد أنتوني جولاتو يا فريد